لكن التعطيل الأكبر كان في محاولة إفشال المؤتمر في محاولة الأخيرة. شو اللي صار؟ كان محاولة القفز على مخرجات الحوار الوطني ورفضها بشكل والتوجه نحو الخيارات التي ظهرت فيما بعد في موضوع الجرعة، موضوع العمليات العنيفة التي تمت. يعني المؤتمر الشعبي المؤتمر الشعبي والحوثيين خلالهم كانوا عم بيحاولوا يعطلوا او يعطلوا بدرجة رئيسية. وفي قسم من يعني من زملائنا ايضا في اطار الحراك بالحراك الجنوبي في يتحملون مسؤولية العرقلة، بعض العرقلات يعني في بعض في مؤتمر الحوار الوطني مؤتمر بأي أهداف؟ للأسف يعني أي. تحت غطاء حق تقرير المصير أو استقلال أو انفصال الجنوب أو الإقليمين. محاولة ابتزاز الرئيس من كل الأطراف، عبد ربه منصور هادي، من كل الأطراف. ابتزازه كيف؟ حالة التعطيل الذي أنت تشير إليها. يعني ينسحبوا من الحوار مثلا، يحصل تعليق أو يعلقوا مشاركة، تحصل تعليق، تحصل إلى انسحابات مؤقتة وعودة تتحقق بعض المطالب. نحن استفدنا من هذا، نحن شاركنا في عملية تعليق بعض الجلسات، استعادة أو انسحابات في بعض الأحيان. كيف استفدت منها؟ استفدنا منها بأننا فرضنا حقيقة وجود القضية الجنوبية كقضية محورية أساسية يجب حلها قبل كل القضايا، وكانت فعلا أو في أقل تقدير أنها تتوازى مع كل القضايا باعتبارها القضية الأهم. هل كان يعطيها الرئيس أولوية؟ كان لها أولوية عند الرئيس.